هنا بيبدأ في نيويورك عام 1974، وفي أب ماشي بعربيته مع ولاده الاتنين، وده ابنه الصغير ساد، وأبوه ما كانش طايقه، وكمان أخوه اللي أكبر منه كان بيتنمر عليه بأبشع الطرق، وغير كده برضه كان أبوه سايبه يتنمر عليه براحته. وساد ده بقى معلم كان حزين جدا على حاله وبيبص للعبة بتاعته، وفجأة لقاها بتعمل رموز غريبة، ولما رفع راسه ما لقاش أبوه أخوه في العربية وكانت ماشية بدون سواق، فخاف وفضل يصرخ، واللعبة كانت لسه بتعمل نفس الرموز، وفجأة العربية وقفت فنزل منها ولقى نفسه في مكان غريب شبه الكهف، ولما دخل وشاف دودة شكلها غريب وكانت عايشة في عبوة كده، وبعدها شاف واحد عجوز واقف قدامه وكان في جنبه 7 تماثيل مرعبة، والعجوز ده قال لساد انا اخر الصحراء واقسمت اني احمي عوالم الدنيا من الخطايا السبع المميتة. ومن كلمة عوالم اللي هو قالها اعتقد ان الاجزاء الجاية منه هيكون فيها عوالم مختلفة زي شغل دكتور سترينج والسحر والشعوذة والكلام اللي احنا ملناش دعوة بيه ده. واللي ما شافش دكتور سترينج هسيب لكم لينك الجزء الاول في الوصف، والجزء الثاني هعمله لكم اول ما ينزل بصورة حلوة باذن الله. المهم ان العجوز ده يعني اسمه شازام، وقال لساد انا عاوز شخص قلبه يكون قوي ونقي عشان يورث سحري. وفجأة الاصنام دي بدأت تتكلم وقالت للطفل خد العين واحنا هنخليك اقوى من القوة اللي السحر هيديها لك، وساد ساب شازام وراح ياخد العين فاتكهرب، وشازام قال له صاحب القلب النقي هو الشخص الوحيد اللي يقدر يقاوم اغراءاتهم، ولان قلبه مش نقي رجعه تاني لمكانه. وساد لقى نفسه في العربية مع ابوه كأن مفيش اي حاجة حصلت، فحاول يفتح باب العربية وهي ماشية عشان يرجع تاني بسرعة للساحر، وده لانه كان طمعان انه ياخد القوة، وابوه خاف عليه يقع من العربية وتشغل معاه، وكان هيلبس في عربية كانت هتسفلتهم، لكن اتفاداها وابوه فضل يصرخ في وشه، وفجأة جت عربية تانية وشالتهم، وعربيتهم اتقلبت كتير، وابوهم وقع من العربية وهو مصف رجله، وعياله الاتنين ما حصل لهمش حاجة، وساد شاف اللعبة بتاعته واتكتب له فيها اعصر علينا. وشازام استخدم سحره عشان يجيب له ناس جايز يكون فيهم واحد قلبه نقي عشان يديله قوته ويحمي بها العوالم من بعده. نسيبه بقى ونروح لوقتنا الحاضر، وده بيلي وعنده مهمة واحدة في الحياة، وهي انه يلاقي امه اللي ضاع منها وهو طفل، وبدأ يفتكر ضاع منها ازاي، وكانوا بيلعبوا لعبة وكسبت له فيها البوصلة دي، وقالت له ان دي هترشدك لطريقك طول حياتك، بس هو ماشي معاها وقعت منه فساب امه راح يدور عليها، ولما خدها اكتشف انه ضاع من امه وحاول يوصلها لكن بدون فايدة، والناس سلمته للشرطة على امل انها تساعده، لكن ما لقاش امه من وقتها، وبيروح لاي واحدة اسمها شبه اسم امه عشان نفسه يرجع لامه تاني، لكن كل محاولاته كانت بتفشل لانهم بيكونوا يعني تشابه اسماء مش اكتر. والشرطة بتقبض عليه لانه بيكون هربان من دار الرعاية اللي كان بيربيه، ولما بيرجعوا دار الرعاية بيديه لناس كانوا عاوزين يتبنوا طفل، والاتنين دول كان شكلهم ناس لطيفة جدا، وخدوه معاهم لبيتهم اللي بيكون عبارة عن يعني حاجة كده شبه حضانة الأطفال، لأنهم متبنين أطفال كتير جدا زي ده، واسمه يوجين، محترف في التكنولوجيا وبيموت في الألعاب زي كده بالظبط. والطفلة اللي زي العسل دي وما ببالغش هي زي العسل فعلا، وبتحب تحضن أي حد، وكمان يعني رغاية فشخ بطريقة جميلة برضو، واسمها دارلا، وكانت عاملة لوحة ترحيبية لبيلي عشان لما يجي، لكن قطعتها وهي بتديها له. ودي بقى ماري، وحلم عمرها إنها تدخل الجامعة، وده بيدور مجانس ومالوش اي هوايات، وكمان كان مكسر يسلم على بيلي. انا نسيت اقول لكم معلش اني متنمر، حاجه بسيطه كده على القد. وده بقى فريدي، وهو يبان انه عيل تنح لكن هيتعود عليه مع الوقت. وبيلي دخل الحمام وشاف في مذكراته انه راح له كل اللي اسمهم على اسم امه في المدينه وما عرفش يوصل لها برضو، ففقد الامل انه يوصل لها، فرمى مذكراته في الزباله. والتاني يوم راحوا المدرسه، والدارلا كانت شبه الدليل المدرسي لبيلي، وبتوصف له كل حاجه بالتفصيل، يعني تفاصيل اللي جوه التفاصيل، ولو كان لسه في تفاصيل ما وصفتهاش ممكن تموت في سبيل انها توصفها. وبيلي اتضايق وقال لها ما تبطلي رغي شويه، فقالت له بصراحه الصمت ما بيخلينيش مرتاحه. وساد بعد ما كبر عمل منشأة كاملة لعلاج الناس اللي بيتهيأ لهم حاجات عشان يعرف يوصل لمكان السحر ده، ويعني في واحدة من المرضى قالت له انها صورت اللي حصل لها فيديو، وكان في رموز غريبة بتظهر على المنبه، وهو طلب منها يشوف الفيديو، ولما شافه شاف يعني الرموز اللي ظهرت ففرح جدا بيهم، ودخل مكتبه وبدأ يرسمهم بشكلهم الصح على بابه، وكان عنده امل ان الرموز دي هتخلي الباب يدخله المكان السحر. والدكتورة المساعدة بتاعته قالت له اللي انت بتعمله ده عبط، وخبطت الباب بايدها، لكن الباب طلع نور قوي وهي بدأت تتحرق وتحولت لرماد. وساد فتح الباب وفعلا دخلوا على نفس الكهف عند السحر شازام، ولما شافوا سألوا لو كان لسه فاكره، وشازام افتكره، وساد قال له انا قلبي مش نقي فعلا زي ما انت قلت، وراح خد العين الزرقاء، واول ما مسكها الاصنام بدأت تتدمر وخرج منها ارواح ال7 خطايا، وضربوا شازام والعين الزرقاء قطرت وبقت قطعة صغيرة واتدخلت مكان عين ساد. وشازام حاول يقنعه ان الارواح دي بتستغله عشان تدمر العالم، لكن ساد قال له انا اصلا بحب اي حاجة تستغلني، هو انا ما قلتلكش ان رخيص جدا يا شازام يا اخويا؟ وبعد كده ضربه بطاقة قوية طلعها من ايده. وبيلي لما خرج من المدرسه اخواته اللي بالتبني حاولوا يكلموه، لكن هو كان متجاهلهم، لحد من المتنمرين بتوعنا اللي ما ينفعش ما يكونوش موجودين في اي فيلم وصلوا وخبطوا فريدي بعربتهم، ونزلوا بقى عشان يضربوه لانه خبط عربتهم. شفتوا التناحه وصلت لفين؟ وبيلي لما شاف ان تناحتهم زايده عن حدها عمل معاهم الصح وضربهم في اماكن بتحدد مستقبل البني ادم، وهرب وهم راحوا وراه عشان
عشان ينتقموا منه، لكن بيلي كان اسرع منهم وركب المترو، وبعد ما حس انه ارتاح لانه خلع منهم فجأة نور المترو اتطفى وكل الناس اللي فيه اختفت والمترو وقف، وبيلي لما خرج منه لقى نفسه في نفس الكهف عند شازام. ولما بص على العبوة اللي الدودة الغريبة دي كانت فيها لقاها مكسورة وفاضية، وده معناه ان ساد خدها. وطبعا يعني انتم مفكريني عبيط عمال اتكلم عن دودة، انا بصراحة شايف نفسي عبيط، بس اصبروا للاخر وانتم هتعرفوا ان الدودة دي طلعت خط، دي مرعبة اكتر من السبع تمازيل يا جدع. المهم بيلي شاف شازام قدامه، وشازام قال له انت واقف قدام اعظم ساحر، ومن فترة اخترنا ساحر عشان يحمي العوالم لكن استخدم قوته غلط وحرر وحوش السبع خطايا دول، وهم الغضب والغرور والطمع والكسل والنهم والشهوة والحسد، وبسببهم في ملايين من البشر ماتوا لكن قدرنا نسيطر عليهم تاني بعد ما اخواتي الصحراء كلهم ماتوا، ودلوقتي اماكنهم بقت فاضية، وعشان كده كان المفروض ان اي حد ياخد قوة السحر يكون قلبه نقي عشان يستخدم في الخير، وانت قلبك نقي ومفيش وقت ابحث عن حد تاني. وامره يمسك العصا السحريه ويقول شازام، وبيلي عمل اللي شازام طلبه منه، وشازام مرر قوته السحريه لبيلي عن طريق العصايه، وبسبب القوه دي بيلي بقى شبه البغل وعضلاته مقويه قلبه. وشازام قال له بقلبك تقدر تحرر قوتك وتكون فرقه من السحرة عشان تساعدك، ولما خلص كلامه اتبخر ومات. وبيلي خاف من اللي بيحصل ورمى العصا السحريه بسرعه، وفاق تاني لقى نفسه في المترو وهو بطل خارق، وبيدرو شاف المذكرات بتاعت بيلي في الزباله فخدها وقعد يقلب فيها. بيلي خاف يدخل بيته وهو بالمنظر ده، وطلب من فريدي يطلع له، وفريدي كان خاف منه لكن بيلي اثبت له ان هو بيلي، وده يعني عشان ما يخافش، فخرج له وكان فرحان قوي بالقوه اللي بقت عنده، وهما الاثنين بداوا يختبروا القدرات الخارقه اللي بقت عنده، وبداوا يجربوا الطيران لكن وقع شبه الجردل، ولما حب يقوم اكتشف انه بيقدر يضرب كهربا من ايده، وفرح قوي وفضل يلعب بالكهربا لحد ما سمع واحده بتستنجد لان في حرامي بيسرقها، فراح بقى وهو عضلاته مقويه قلبه وعشان يساعدها، ولقى نفسه وصل عندها بسرعه، فعرف انه بقى سريع جدا، والست اللي هو انقذها سألته انت اسمك ايه، وفريدي قال لها اسمه فشخة البرق. لكن بيلي اتخض من الاسم وقال له انت بتمدحني ولا بتشتمني، يعني انت بتقول يا عم؟ لكن هي خافت منهم وديتهم كل الفلوس اللي معاها وهربت، وهم خدوا الفلوس وراحوا يصرفوهم في سوبر ماركت، لكن دخل عليهم حرامية برضو عاوزين يسرقوا فلوس المكان، وبيلي راح يوقفهم بما انه بطل خارق بقى، لكن في واحد منهم ضربه بالمسدس، وبيلي فكر نفسه مات لكن الطلقة ما عملتش فيه حاجة، وفريدي فرح وبدأ يصور فيديو قال الحرامية يضربوه تاني، وهم فعلا ضربوه كتير وما تأثر، وفريدي اتحمس بزياده وقال لهم ممكن البدله تكون مضاده للرصاص، تعالوا نجرب في راسه، والحراميه ما صدقوا بداوا يضربوه في راسه وبرده ما ماتش، فضربهم ورماهم من السوبر ماركت، ولما خلصوا لعب بالقدرات الخارقه دي رجع للبيت، وبيلي كان بيحاول ان ما حدش يشوفه، وعشان كده دخل اوضه دارلا بالغلط، ولما شافته اتصدمت لانها فكرته حرامي وعاوز يخطفها، فتحايل عليها عشان تسكت وقال لها انه بيلي، وعرف يقنعها بعد عناء طويل وقال لها انا قابلت ساحر وامرني اقول شازام فتحولت، واول ما قال شازام رجع تاني لشكله الطفل، فعرف ان كلمه شازام هي اللي بتحول البطل خارق او ترجعه طفل تاني، وتحايلوا على دارلا ما تقولش حاجه لحد، وانتوا طبعا عارفين دارلا ما تتوصاش كانها بلعه راديو، بس بيلي قال لها الاخت الصالحه لازم تخفي الاسرار، هي فرحت بالكلمه قوي وقررت تكتم السر، وساد دخل على ابوه وهو عامل اجتماع مع موظفينه وقال له كان المفروض تصدقني وانا طفل لما قلت لك ان في ساحر خطفني، وبدل كده كرهتني طول عمرك، وكبدايه رمى اخوه من المبنى، وتقريبا كده كانوا في اعلى مكان فيه وكل اللي قاعدين اتصدموا، لكن الصدمه دي ما كانتش حاجه عزيزي المشاهد بالنسبه لوحوش خطايا السبعة اللي شافوهم وكانوا بيحبوا ياكلوا الادمغة البشرية شبه فينوم كده، واللي ما شافش فيلم فينوم او شافه ناسيه انا عامل لكم الاجزاء الاول والتاني في تجميعة وهتلاقوها في الوصف للي يحب يشوفها. وساد قال لابوه انا دلوقتي بملك اقوى قوة على الارض، لكن الوحوش قالوا له ان في بطل اقوى منك ولازم تهزمه قبل ما يكتشف قوته لانه لو اكتشفها مش هتقدر عليه. وساد لما سمع كده امر وحش الطمع ياكل ابوه مشي، والوحش قام بالواجب، وفي الوقت اللي ساد بيبحث عن بيلي فيه عشان يقتله بيلي كان بيلعب مع فريدي بقدرات الخارقة، وكان لسه بيختبر كل القدرات اللي عنده، ومن الواضح ان البطل شازام ده طلع بيتأذى من النار، ولان بيلي طفل مراهق استغل فكرة انه بقى شكله كبير وراح دخل نادي ليلي، والنادي الليلي دوت من اللي بيروح فيه ما بيرجعش تاني، لكن اول ما دخل خرج تاني لانه ما قدرش يقاوم المناظر الطبيعية اللي جوه. ولما راحوا المدرسة فريدي اتعرض للتنمر كالعادة، فقال له كل الطلاب ان البطل الخارق صاحبه واي حد هيضايقه شازام هو اللي هيرجع له حقه، فقالوا له اثبت صحة كلامك، فقال لهم هجيبه معايا بكرة المدرسة، لكن بيلي ما عجبوش كلام فريدي ورفض انه يروح معاه المدرسه تاني يوم على انه بطل وسابه ومشي. وبالليل وهم على الاكل العيله بدات تتكلم عن البطل الخارق، وكل واحد كان بيقول رايه يا مؤيد ليه يا بيتنمر عليه، وبيلي زعل من كلامهم وقام وهو متضايق، لكن الكل لاحظ ان دارلا ما اتكلمتش خالص ولا حتى قالت رايها، فقالوا لها غريبه يعني دي مش طبيعتك، فقالت لهم لاني باكل يا اختي عسل. وتاني يوم بيلي رفض يدخل المدرسه مع فريدي وقال له المدرسه للاطفال انا مش طفل، وراح بقى عشان يلعب بقدراته الخارقه، وبالصدفه شاف اخته ماري وكان فيها
عربية هتسفلتها فأنقذها بسرعة. لا هو أنقذها بسرعة حاجة كده كانت على آخر لحظة خلاص، كانت هتتفعص، وخد بالها إنها حزينة فقال لها أنت أكيد حزينة لأنك ما تقبلتيش في الجامعة، فاستغربت لأنها ما تعرفش إن ده بيلي أخوها بالتبني. لكن ردت عليه وقالت له إنها حزينة لأنها اتقبلت وهي ما كانتش عايزة تسيب عيلتها وإخواتها بالتبني وتسافر بعيد عنهم. وفريدي عمل نفسه بيكلم شازام في التليفون قدام كل الطلاب، وده عشان ما حدش يتنمر عليه، لكن عرفوا انه نصب واتنمروا عليه غير انه كل علقه يعني قفاه مش هينساها بقيت عمره. ولما خلص المدرسه راح لبيلي وقال له انت عارف انا اتعمل فيا ايه؟ انا العيال شالتني من البوكسر بتاعي كأن شنطه سفر، وكانوا بيتمشوا بيا في المدرسه رايح جاي، ودي بقى بقايا البوكسر بتاعي خد اهي. وبيلي حب يلعب بالكهرباء بتاعته وهو بيكلم فريدي فضرب باص، والباص كان هيقع من على كوبري، لكن بيلي حل الموقف بسرعه وحط لهم مرتبه تحت الباص عشان لما يقع محدش يتاثر. الله 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 على التصرف، هو دي الابطال الخارقين ولا بلاش. لكن الباص وقع فوق قبل ما يمشي وهو شاله وما كانش يعرف انه يقدر يشيل الباص. وبعد ما انقذ الموقف الصحافه فرحت بيه قوي وبدات تصوره كانه مش هو يعني اللي موقع الباص من الاول. وفريدي راح له تاني ويقول له انت بقيت اناني، والصحافه كانت برضو بتصوره هما الاثنين وهما بيتكلموا، وفجاه اسد ظهر وراه وقال له هات لي قوتك وانا هسيبك تعيش. لكن بيلي حس ان في بني ادم عبيط بيكلمه لانه شايف ان هو بقى ايه لا يقهر بقى والكلام، بطل خارق بقى ما فيش حد قده. لكن صدق اداله واحده غير قانونيه تحت الحزام، وفي الوقت ده بيلي عرف انه هياكل علقه شبه اللي فريدي خدها في المدرسه، فقرر انه يهرب بسرعه. لكن ساد خده وطار بيه لمكان عالي وسابه عشان يقع ويموت، لكن بيلي اكتشف انه بيعرف يطير قبل ما يوصل للارض بسنتي، وما لحقش يفرح لان في عربيه شالته. وبعد كده ساد رجع يكمل عليه، ولما بيلي لقى انه كله ضرب ضرب ومفيش شتيمه خاف وقال شادام، فرجع لشكله الطفل عادي وهرب في وسط الناس. وساد طبعا ما كانش يعرف ان بيلي بيقدر يتحول لطفل، فمعرفش يوصل له لانه ما يعرفش شكله وهو طفل. لكن شاف في التلفزيون وهو فريدي واقف بيكلم بيلي، والصحافه صورتهم، فعرف ان في علاقه بينهم، ولقى فريدي قدامه بالصدفه فمسكه وقال له لو ما وصلتنيش للبطل الخارق ده هتموت. واخوات بيلي شافوا الاخبار برضو وهو فريدي بيكلم البطل الخارق في الشارع، وما افتكرت لما البطل الخارق كان يعرف عنها شويه تفاصيل، فعرفوا ان بيلي هو البطل الخارق. ودارلا كانت عامله نفسها عبيطه ومخلصه لاخر لحظه، لكن لما عرفوا قالت لهم اخيرا عرفتوا من نفسكم وريحتوني، انا كنت هموت واتكلم. وراحوا لبيلي وسالوه لو هو البطل الخارق، فقال لهم اه. ويوجين قال له انا لما شفت مذكراتك عرفت انك بتبحث عن امك، وانا كملت البحث وعرفت مكانها، وانت كل ده ما عرفتش توصل لها لانها غيرت اسمها. وبيلي راح بسرعه عشان يشوف امه، وفريدي راح البيت عند اخواته وهو ساد معاه. وبيلي وصل عند امه ولقاها واداها البوصله اللي كانت كسبتها له، لكن هي اتصدمت وحزنت وقالت له انا اللي اتخليت عنك لاني شفتك وانت مع الشرطه، بس سبتك لاني كان عندي 17 سنه وابويا طردني من البيت، وكمان ابوك قرر انه مش هيشارك في تربيتك وانا ما عرفتش اعمل ايه، ولما شفتك مع الشرطه عرفت انهم هيرعوك افضل مني. وبيلي اتصدم من كلامها واداها البوصله بتاعتها ومشي عشان يروح عشان يعيش مع عيلته الحقيقيه اللي هي عيلته بالتبني. ولما وصل لهم لقى اسد واقف معاهم وقال لبيلي لو ما اديتنيش قوتك هيموتوا، وعمل الرموز على الباب، ومن الباب ده دخلوا الكهف. وسد قال له يمسك العصا السحريه ويسلمه قوته، وطلع كل الوحوش من جسمه عشان بيلي خاف، لكن اخواته ضربوا سد في ظهره، وبيلي شافه بينزف فعرف انه بيكون ضعيف لما الوحوش دي بتطلع منه، والوحوش لما دخلت فيه تاني الجرح لم واختفى فضربوا في ظهره وخد اخواته وهربوا. وبيلي فكر في اي مكان عشان يهربوا فيه، وفعلا اختفوا وظهروا في نفس النادي الليلي، وماري طلعت منه وهي شايله دارلا وقافله عينها عشان لسه طفله، ما كانتش عايزاها تشوف مناظر طبيعيه. وساد راح وراهم ومسك بيلي وكان هيقتله وهو في شكل الطفل، لكن بيلي اتحول لشازام وعرف يهرب منه، بس لقى الوحوش السبعه ماسكين اخواته وناويين ياكلوهم، فقرر انه يسلم قوته لساد. ولما مسك العصا السحريه افتكر كلام الساحر انه يقدر يجند سحره معاه عشان يساعدوه، فغفل ساد وقال لاخواته بسرعه ان هم يمسكوا العصايه، ولما قالوا شازام كلهم اتحولوا وبقوا كلهم ابطال خارقين. وبكده المعركه بقت صعبه على ساد، فطلع ست وحوش عشان يحاربوا اخوات بيلي، وهو احتفظ بوحش لنفسه عشان يكون قوي ويقدر يتغلب على بيلي. لكن بيلي شغل دماغه واتنمر على الوحش اللي مع ساد وقال له انت اكيد اضعفهم عشان كده ما طلعتش تحارب زيهم، والوحش كرامته اتاثرت قوي بالكلام فقرر انه يطلع، وبيلي عرف يضربه بالبرق عشان يعطله، وخد ساد بسرعه وراح بعيد عنه وكان ضعيف لانه بدون وحوش، فحاول يطلع العين الشريره من راسه وفعلا عرف يعمل كده، وهي كانت ماسكه جدا في دماغه بس ما كانش بسهوله لانها طلعت بعد عناء طويل، وكل الناس حيتهم وكانوا مبسوطين بيهم. وبيلي خد العين للكهف وحطها في مكانها والوحوش اتحولت لتماثيل تاني، والابطال الخارقين قرروا يستخدموا الكهف ده زي نظام مخبأ ليهم. وتاني يوم في المدرسه بيلي راح لفريدي اللي الكل قرفان منه وبيتنمر عليه وقال لهم ده اعز صديق عندي، وكل الطلاب كانوا مصدومين، وكمان تقريبا كده سوبرمان راح يزور فريدي برضه، وده تقريبا كان بناء على دعوه بيلي. وتعالوا نقف هنا بقى ثواني عشان اقول لكم الدوده اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها عبيطه عشان بتكلم عن دوده وملهاش لازمه، تعالوا بقى اصدمكم معايا. سادت حبس في سجن وفضل يكتب نفس الرموز على امل انه يرجع تاني للوحوش
الوحوش دي، وفجأة سمع صوت مرعب بيكلمه وما كانش عارف الصوت ده منين، وفضل يدور على مصدر الصوت كتير لحد ما عرف انه من الدودة لانه احتفظ بيها، والدودة قالت له انها تقدر تديله قوة سحرية تاني، وكمان العوالم السبعة هتبقى ملكهم قريب.